العمل ده ايه اللي هو عليه؟ هنقول عليه نمرة اتنين على طول. ابن القيم بيقول ايه؟ اذا خلى القلب من الانشغال بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة ورأى الآخرة وتعلق بما فيها فذلك أول فتوح وتباشير فجر. يبقى نمرة واحد انزعاج القلب، اتنين يخلو القلب من الدنيا والتعلق بما فيها وينشغل بالعمل للآخر. ده النتيجة، نتيجة واحد واثنين يبقى ثمرتهم ايه بقى هنا؟ ها اللي هو قال عليه هنا ابن القيم اول فتوح وتباشير فجر. يبقى اول الفتح وتباشير الفجر اللي هو ابن القيم قال عليه هنا اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. خلصنا كده؟ لا، ده احنا لسه ما بدأناش. ده دي الخضة، الانزعاج بيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ قال لك ثلاث مراتب، كل منزلة من المنازل ها ثلاث مراتب او ثلاث درجات، وكل درجة ثلاث مراتب. الدرجة الأولى هنا أول ما ينزعج القلب أول فتوح وتباشير فجره إيه؟ واحد ها؟ لحظة القلب إلى النعمة. يبدأ القلب ها؟ يشوف نعم ربنا عليه. أول حاجة، أول حاجة يشوف ها النعم. لحظة القلب إلى النعمة دي نمرة واحد، اللي هي تحت منها ثلاث مراتب. واحد باليأس من عدها أو الوقوف على حدها ومعرفة المنة بها. يبقى لما القلب يلحظ النعمة، النعم يشوف بقى نعمة الصحة، نعمة العينين، نعمة السنان، نعمة السمع، نعمة الإيدين، نعمة الصوابع، نعمة الضوافر، نعمة الهداية دلوقتي، نعمة الإمهال إن ربنا صبر عليه أيام ما كان عاصي وضال وتايه لحد ما تاب، نعمة إن ربنا سبب له أسباب الهداية على اليأس من عدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اتنين أول وقوف على حدها، مش هيعرف يوصف، مش هيعرف يوصف نعمة رب نعم ربنا عليه. الوقوف على حدها معرفة المنة بها، إن النعم دي بدون مقابل. ابن القيم يقول ايه؟ ومن لطيف التعبد بالنعم ان تعتقد انك لا تستحقها، ولها ما استاهلش حاجه من اللي انا فيه ده كله. يبقى دي نمره واحد، لحظه القلب الى النعمه.